السلام عليكم بنات. اليوم غادي نديرو بيلينغ للرجلين. بيلينغ للرجلين هو اننا غادي نحيدو ديك القشره الميته اللي كتكون لنا على الجلد ديال الرجل. رائع رائع رائع. هذا التريتمون غادي نوريكم المراحل ديالها من الاول حتى الاخر، وغادي تتبعوا معايا لانها سهله وبسيطه وممكن تستعملوها لمده اسبوع. غادي تعطيكم واحد النتيجه اللي هي روعه. غادي نحيدو بها القشره الميته. خليكم معايا. مرحبا بكم على قناتي ديال اليوتيوب عالم اسيا. اليوم غادي نوريكم الطريقه من الاول حتى الاخر بالتفصيل الممل. مرحبا بكم كاملين. اي فوالا، كيف ما وعدتكم غادي نجيب لكم الفيديو اللي غادي نديرو به التقشير ديال الرجلين. تقشير اللي غادي يحيد لكم القشره الميته تماما بهذه الطريقه. رائع رائع رائع. هذه القشرة اللي كتكون ميتة. شوف اي فوالا، ها نتوما البنات شوفوا القشرة كلها اللي تحيدت ليا من رجليا، كلها القشرة ديك الميتة كلها هي حيدتها من رجليا. المهم تبعوا معايا لا فيديو من الاول حتى الاخر باش تشوفوا كيفاش درت ليها. سان تريتمون، واحد تريتمون اللي كتشرم من لا فارماسي. غادي نوريها لكم من الاول حتى الاخر، وغادي نوريكم لي زيتاب كيفاش ممكن نستعملوها. الوغ ديجا هاد التريتمون امتى كنستعملوها؟ كنستعملوها قبل الصيف باش نوجدوا الرجيلات ديالنا، ومن بعد الصيف لانهم كيكونوا حراشو، كيكونوا بانهم تقصفوا لينا وكيوليو ناشفين ليا بزاف وبزاف وبزاف. كنجيو كنحيدوا ديك القشره اللي كتكون ميته. ها نتوما شوف بهذا الشكل هذا. فوالا تبعوا معايا لا فيديو من الاول حتى الاخر، غادي نوريكم كيف. كوكو بنات، صباح الخير عليكم. اليوم غادي نديرو بيلينغ للرجلين ديالنا. غادي نوريكم الطريقه انا كيفاش كنستعملها، وهاد لا مارك هادي رائعه، جربتها بزاف تاع المرات وكتعطيني واحد النتيجه اللي هي زوينه. علاش كنديروها؟ كنديروها بالنسبه للرجلين اللي كيكونوا مثلا بغينا نحيدو منهم ديك القشره الميته، اللي كيكونوا قاسحين، اللي كيكونوا فيهم دي شامبينيون. كيجي كيحيد لنا ديك القشره اللي كتكون مترك من فيها ومترسب فيها دوك الشقوق ودك. فريمون رائع رائع رائع. انا غادي نوريكم الطريقه وغادي تشوفوا طريقه الاستعمال. الوغ اول مرحله هو انني كنحط رجلاتي كنحطهم في الماء اللي كيكون هو سخون، وكنخليهم لمده 15 دقيقه، ومن بعد غادي نوريكم طريقه الاستعمال. وفوالا من بعد ما سالات 15 دقيقه دروكا غادي نشف رجلاتي مزيان. فوالا من بعد ما نشفت رجليا مزيان مزيان منشفاها، دروكا غادي نديرو البيلينغ. هاد الماركه هادي رائعه رائعه. الوغ في الداخل ديالها كاينين جوج قشرات لداخل، هما اللي غادي نديرهم على الرجلين ديالي. هانتوما فوالا تيكونوا فحال هكذا، كاينه الاولى وكاينه الثانيه وكاين البرودوي في وسط منهم. دابا شنو غادي ندير؟ كاينه واحد لابارتي هنايا، هاد لابارتي كنقطعوها كنحلو لا شوسيت باش نديرو الرجلين ديالنا لداخل. ودابا غادي ندخل رجليا وسط هاد التقشيره بحال هكذا هاردها. بحال هكذا اوب، وغادي نزيد عليها باش ما يدخلش ليها لا هواء لا حتى شي حاجه. فوالا ها نتوما يا كتكون فحال هكذا. غادي نخليها، غادي نديرها في التقشر ديالي على هذا الشكل هكذا، وغادي نخليها لمده ساعه، لمده ساعه، ومن بعد كنغسلو ريزولتا والنتيجه غادي تبان ليا من دابا 3 ايام على 8 ايام. من 3 ايام حتى 8 ايام التريتمون غادي تكون خدامه ليا في رجليا لمده اسبوع. عاد غادي يبدا ديك القشره كتبدا كطيح وكتبدا كتفرتت، وانا غادي نوريكم ان شاء الله الرحمن الرحيم. اي فوالا ها نتوما شوفوا، من بعد ما دازت دروكا ساعه ديال المكانه غادي نحيدهم. نبدا نحيدهم غنحيدهم فحال هكذا، وغادي ندخلهم في الماء، في الماء اللي غادي يكون دافي.
فوالا غادي نخليهم انا غادي نخليهم دروكا في الماء لمده 10 دقائق. عاد ديك الساعات غادي نخرجهم وغادي دروكا انا ساليت التريتمون ديالي دروكا. ها هي سالات. غادي نشد الترجيه وغادي نشفهم مزيان. غادي نخليهم لمده 3 ايام حتى 8 ايام وديك الساعات غادي تشوفوا الريزولتا كيفاش غادي يوليو رجيلاتي. من بعد التريتمون دروكا اشنو غادي ندير؟ ما غاديش ندير لا كريم لا حتى شي حاجه نهائيا. غادي نخليهم هكا ناتوريل وغادي نديرهم في التقشيرات. اي فوالا من بعد ما داز دروكا 3 ايام 3 الايام غنوريكم رجليا كي ولات. ها نتوما شوف شوفوا رجليا كي دايره. الوغ القشره دروكا غادي يو كتحيد بحال هكذا. شوف دروكا هذا اليوم الثالث. اليوم الثالث شوفوا القشره الميته كي كتبدا كتحيد. روعه. الوغ هانتوما شوفوا رجلين هذا هو الريزولتا كيفاش طيح. شفتوا القشره الميته كي كتمشي؟ شوفوا رجليا كيفاش ولات. ودروك ها نتوما دروك راه هادشي راه التريتمون راه باقي ما سالاتش. من دابا 8 ايام عاد غتبدا كتحيد ليا مزيان مزيان. دروك غادي نخليها لانه ها نتوما باقي ما تحيدتش مزيان. ودابا وصلنا اليوم الخامس من التريتمون. هذا اليوم الخامس هو فاش ولاو رجليا بداو كيتقشروا بواحد الطريقه اللي هي سهله وبسيطه. هاد التريتمون اللي انا درت رائعه. بتكون كلكم تجربوها وتردوا عليا الخبر. خطيره جدا. شوف كتحيد القشره كامله اللي كتكون ميته. هي سان تريتمون اللي كتجلس من خاصكم تصبروا عليها 3 ايام 3 ايام حتى 8 ايام. ها نتوما شوف واه. الوغ هاد التريتمون كنديرها انايا قبل الصيف مره واحده ومن بعد الصيف مره واحده وكنديرها هكا مره في الشتوى حيت نشوف رجليا كتكون شويه حرشه. نتوما شوفوا القشره اللي كتحيد كي كتولي. ولكن باغ كونطخ عرفتي شنو الرجيلات كيكونوا رطبين رطبين لواحد الدرجه. يا سلام. رائع رائع تريتمون الي فريمون توب تاع توب. شوف شوفوا
اي فوالا بنات دروكا غادي نوريكم الريزولتا فينال كيفاش انايا ولاو ليا رجليا من بعد اسبوع ودرت تقشير كامل للرجل ديالي كتكون بهذه الطريقه كتولي بحال ديال الدراري الصغار رائعه. كنتمنى بانكم كلكم بانكم تجربوها لانها ايفيكاس. اشنو كندير ليها دابا باغ اكزومبل نقدر ناخذ غير شويه ديال الفازلين ونديرها على رجليا وندير بها اون هيدراتاسيون مي رجيله كتولي روعه 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 ما كيبقى فيها لا شوائب لا قشور لا حتى شي حاجه رائع. النصيحه اللي نقدر نعطيكم هو انكم ولا بد تحافظوا على الرجيلات ديالكم لانهم كيكونوا شويه فراجيل خاصكم ولا بد ديروا التقشرات ديالكم. ولا كنتمنى بلي لا فيديو نال الاعجاب ديالكم كنتمنىكم بانكم كلكم تجربوها وتبارطاجوها مع صحاباتكم لانها رائعه رائعه رائعه. اهلا تهلاو فراسكم ان شاء الله نتلاقاو في الفيديو الماجي. صباحكم برك.